السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. حلقتنا النهاردة حلقة اقتصادية وصفاتها سهلة ولذيذة وبجد تحفة جدا. عندنا النهاردة صينية بطاطس خطيرة هنعملها بالأجنحة، صينية بطاطس بجد هتشم ريحتها لغاية آخر الشارع. كمان عندنا نوع أو طبخة كده من الصعيد، طبخة لذيذة جدا وهي الويكة. الويكة بالبامية تحفة، من الوصفات بجد اللي تفتح النفس، كفاية الطشة بتاعتها بجد وهمية. أما الحلو بتاعنا النهاردة هتبقى كيكة بالموز، وكتير بيفيد مننا موز خاصة في الصيف بقى، وتلاقيه دبل اسود شوية طري مننا، الولاد مش حابين ياكلوه، فتعالي بينا ندخله في كيكة رهيبة بالكراميل هتعجبكم جدا جدا. ده محتوى حلقتنا النهاردة وده المنيو بتاعنا النهاردة، يا رب ينال إعجابكم. بينا بقى نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ نفتكر مع بعض أرقامنا اللي تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها. من أي تليفون أرضي على 0900 900، أما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا نبدأ أول وصفة معنا النهاردة وهي صينية البطاطس بالأجنحة. نشوف بقى المقادير. عندنا كيلو أجنحة فراخ طبعا غسلينها منظفينها كويس جدا جدا ومتنشفة زي ما هم شايفين كده. هنحتاج كيلو من البطاطس، شرايح مكعبات زي ما انت حابة، ربع كيلو كمان من الجزر متقطع كده مكعبات نفس التقطيع، اللي هتقطعيها للبطاطس هي اللي هتقطعيها للجزر. التتبيلة عندنا نص معلقة صغيرة زعتر ونص معلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة صغيرة كركم، ملح وفلفل اسود، وكمان عندنا فصين من الثوم، طماطماية متقطعة 4/4، معلقة صغيرة من بشر الليمون، ربع كوباية زيت، هنحتاج كمان ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر والقرفة البودر، ولو متاح كمان نحط قرن فلفل، دخلوا لي قرن فلفل يا جماعة، قرن فلفل كمان سواء رومي أو حامي على حسب ذوقكم الخاص في البيت، بس هيدي ريحة حلوة جدا للصينية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين شوية بهارات بسيطة، شوية مكونات برضو بسيطة، وإن شاء الله النتيجة حلوة قوي قوي. تعالوا بينا بقى يلا نبدأ كده نجهز التتبيلة مع بعض. الصينية بتاعتنا النهاردة بتعتمد تماما على البهارات اللي احنا حطينا فيها، فتعالوا يلا ناخد كده. عندنا زي ما قلنا طماطمية 4/4 وفصين 3 من الثوم، نحطهم في الكبة علشان نفرمهم مع قرن الفلفل. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده قرن فلفل زي ما قلت لكم حامي او بارد على حسب ايه الذوق العام في البيت، وادي الثوم، هحط كمان الطماطمايه، وعندنا بشر ليمون هنضيفه، وعايز اقول لكم ان بشر الليمون هيدي طعم حلو جدا وهيخلي مفيش اي زفاره للفراخ. نضرب دول كويس قوي مع بعض. هايل، فرمناهم تمام بالشكل ده. هجيب بقى ايه طبق غويط كده ابتدي احط فيه التتبيله بتاعتنا اللي احنا ضربناها، اللي هي كانت عباره عن طماطم ثوم وكمان قرن فلفل وبشر الليمون، ويلا ننزل الخلطه. حلو قوي، نزلنا الخلطة وتعالوا بينا بقى نحط البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. زعتر نفركه كويس بقى عشان يدينا ريحة وطعم أقوى، هحط كمان رشة من القرفة، برضو القرفة من الحاجات اللي بتساعد ان يكون الفراخ واللحوم عامة ما بيبقى لهاش ريحة زفارة. هضيف كده رشة من الكركم، وايدي البابريكا، وايدي كمان رشة من الجنزبيل، هايل، وحط بقى ملح وفلفل، بهاراتنا اللي ما نقدرش نستغنى عنها، ملح وفلفل دول اساسي في كل اكلة. كمية الملح على حسب بقى كمية الخضار،
والفراخ اللي معانا، وهحط بقى معلقة صلصة وعندي الزيت، وبكده اكون حطيت كل مكونات التتبيلة عندنا. تعالوا بينا بقى نقلبهم مع بعض كويس قوي. خلطة وتتبيلة لذيذة جدا، هتفرق قوي قوي في طعم الفراخ وفي طعم البطاطس كمان. عايزة اقول لكم ريحة التتبيلة كده حلوة جدا جدا. هقلب كويس عشان الملح يدوب والخليط كده يبقى متجانس، بحيث ان انا لما انزل فيه الفراخ يبقى كل قطعه واخده نفس الطعم بالظبط. تعالوا بينا بقى ننزل قطع الفراخ في التتبيله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا احنا دايما بننشف الفراخ بعد ما تتغسل كويس قوي، علشان لما انزلها في اي تتبيله ما يبقاش فيها سوائل تخلي التتبيله خفيفه وقوامها يبقى سايل وينزل من على الفراخ. كل ما كانت الفراخ ناشفه كل ما التتبيله اللي انت عاملاها بتثبت عليها اكتر فتديها طعم احلى. تعالوا بينا نقلبهم مع بعض كويس. عايزه اوريكم اللون بتاع الفراخ قد ايه هيبقى جميل، بصوا، والريحه والطعم كمان. عندي وقت هدخل الفراخ بالشكل ده متغطية التلاجة ساعتين تلاتة علشان تتشرب من التتبيلة بتاعتنا. لو ما عندناش وقت بقى هنحط كله مع بعضه وندخل على طول على الفرن بتاعنا. شايفين اللون واللمعة والريحة؟ بجد مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. تعالوا بينا بقى هنعتبر ان احنا سبناها كده ساعتين علشان تتبل كويس جدا في التلاجة. في التلاجة ضروري، احنا فصل الصيف، حتى في الشتاء يفضل ان احنا نحفظ اي حاجه متبلينها فراخ او لحوم في الثلاجه علشان ما تتغيرش. حابين تطلعوا فاصل؟ طيب يلا بينا نطلع فاصل صغير خالص نخليه قاعده في التتبيله شويه ونرجع لكم على طول نكمل مع بعض. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض صينية البطاطس بالأجنحة. كنا تبلناها تتبيلة خطيرة سهلة وبسيطة بس نتيجتها وهمية. شكل الفراخ أصلا وهي نية في التتبيلة شكلها حلو قوي قوي، لونها ولمعتها بجد تحفة، العكس زي الفل. شايفين؟ خطيرة. تعالوا بينا بقى ننزل البطاطس في الطاجن اللي هندخله الفرن. زي ما قلت لك تقطيعه البطاطس ليكي فيها مطلق الحريه، عايز تعمليها دواير، عايز تعمليها مكعبات بالشكل ده، زي ما انت عايزه. بس نفس التقطيعه اللي هتقطعيها البطاطس هي اللي هتقطعيها للجزر. هنقلب بقى الخضار مع بعضه وننزل بقى فراخنا بالتتبيله بكل حاجه فوق البطاطس كله بقى، نزل كله. هايل. هنحتاج ايدينا بقى علشان نعمل ميكس بقى ما بين الاتنين كده، والتتبيله تتغلغل البطاطس بقى والخضار بتاعنا. كده كمان البطاطس اتبلت زي ما شايفين وبقت اكله لذيذه وسهله جدا، وفي 10 دقايق هتعمليها وتقعد في الفرن حوالي ساعه بالكتير وهتكون معاكي مستويه وزي الفل. انا بدات ارص بقى بعد ما تبلت البطاطس والجزر، بدات ارص فوقيهم بقى قطع الفراخ علشان لما الفراخ والبطاطس يستووا هبتدي اشيل الغطا اللي هغطي بيه واسيب الفراخ تاخد بقى معانا اللون الذهبي الحلو قوي. بس كده اهو، يعني تحفه بجد. ابتدي بقى ايه، اجيب كده ورق الومنيوم علشان اغطي الطاجن وندخل بقى على الفرن على طول. وعلى الأرضية ممكن أضيف بس إيه، يعني ربع كوباية مية مش أكتر من كده. أنا عندي الفراخ هتنزل سوائل هي والبطاطس، فخليها إيه تنزلهم وما يبقاش الطاجن مليان بالصوص. لو حابة صوص كتير فيه تقدر تحطي كوباية مية.
انا بس ربع كوبايه ميه كده بحيث ان يكون في سوائل على بال ما تبتدي تغلي الفراخ وتنزل سوائلها ما تكونش لسعت مننا في الارضيه. اهم حاجه بقى ان احنا نغطي كويس قوي، تغطيه كويس قوي هتخلي الفراخ معانا تستوي في وقت اسرع. تعالوا بينا بقى على الارضيه بتاعه الفرن، والفرن على اعلى درجه حراره، وهندخل الطاجن علشان يبتدي يغلي والفراخ تبتدي تستوي معانا. وفي نص الوقت هرفع الصينيه دي على الشبكه لغايه ما اتاكد ان هي استوت تمام التمام. هبتدي بعد كده اشيل الورق الالومنيوم علشان اسيب الفراخ تاخد بقى لون من على الوش تحت الشوايه. خلصنا كده اول وصفه بكل سهوله وما اخدتش مننا ولا وقت ولا مجهود بصراحه. الصيف ووقت الامتحانات خاصة بنبقى يعني مش حابين نضيع وقت كبير في المطبخ، فأعتقد الوصفات اللي بنعملها النهاردة قد إيه بسيطة واقتصادية وفي نفس الوقت كمان سهلة ومتاخدش معنا وقت. بينا نخش على الوصفة التانية معنا النهاردة وهي البامية الويكة. والبامية الويكة من الأكلات الشهيرة جدا في الصعيد، وبصراحة عن نفسي بحبها جدا، ليها طشة كده وليها طعم خطير. فتعالوا بينا نشوف مع بعض المقادير ونعرف طريقة التحضير. عندنا النهاردة كيلو من البامية الويكة. البامية الويكة هي البامية الكبيرة، في الصعيد بيعملوها من ممكن من البامية كمان الناشفة، احنا نستخدم البامية الخضراء بس اللي هي بتبقى كبيرة شوية في الحجم. هنجيبها ونقطعها بالشكل ده، هنكمل المقادير وبعدين اقول لكم عملنا فيها ايه بالظبط. عندي كمان طماطماية مبشورة، بصلاية صغيرة مفرومة، راس ثوم مفرومة، هنحتاج معلقه كبيره من الكزبره المفرومه، فلفل حامي متقطع صغير او مفروم ناعم. عندنا كمان شوربه، ويفضل هنا زي الملوخيه كده تكون شوربه محترمه، شوربه فراخ، شوربه بط، اي شوربه بس تكون كده ايه محترمه. معلقتين كبار من السمنه، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ملح وفلفل اسود. وتعالوا بينا نتكلم بقى عن الباميه. البامية بنختار البامية الكبيرة، يعني في البامية اللي بصلصة أو اللي هي بنعملها طاجن مع اللحمة في الفرن دي بنحتاج البامية الزيرو اللي هي الصغننة دي، بتبقى أحلى ولذيذة جدا وبتتشرب من الصلصة بسهولة، فدايما بنجيب البامية الصغيرة للطواجن. أما الويكة فبنحتاج البامية اللي هي أكبر شوية، هنجيبها نغسلها كويس جدا جدا ونسيبها تتصفى وتجف تماما في مصفى. بعد ما تنشف تماما هنبتدي بقى بالسكينة، مش محتاجين تقميع هنا، هنا مفيش بقى نقمع اللي فوق والكلام ده كله، ترانش بقى من فوق تمام، ونقطعها ترانشات، بنشيل الحتة اللي فوق الحتة اللي تحت، والبامية نفسها بتتقطع ترانشات بالشكل ده، بصوا دواير كده. وزي ما قلتلكوا يفضل طبعا البامية الكبيرة في الحجم شوية. حلو قوي، خلصنا خلاص جهزنا البامية علشان نطبخها. تعالوا بينا بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا ونبتدي ناخد معاكو البامية والشوربة، هاخد كمان البصلاية والسمنة. وتعالوا بينا بقى ايه محتاجة كده ان انا احط معلقة سمنة في الحلة، معلقة صغيرة، وانزل عليها البصلايه والبصلايه هنا انا مش عايزه ابدا ابدا الونها، البصلايه تفضل لونها زي ما هي، هي تقليبه بس كده على النار. هنزل عليها الباميه، بصوا يعني دقيقه كده على النار تمام، والباميه اهي. والباميه زي ما قلت لك مفيش غسيل بعد التقطيع، الباميه بتتغسل قبل ما نحط فيها سكينه، لازم تتغسل وتنشف كويس قوي قبل ما ابدا امسكها وانضفها بقى وابتدي اقطعها، ولازم تكون ناشفه كمان. بنشوح كده الباميه مع البصل، يعني انا حطيت معلقه سمنه وبعدين نزلت بالبصلايه اللي متقطعه صغير، اديتها تقليبه واحده بس على النار دقيقة بالظبط، وبعد كده نزلت البامية وعمالة أقلب فيها برضو حوالي كده دقيقتين مش أكتر من كده. مجهزة الشوربة، وزي ما قلت لكم يفضل كل ما كانت الشوربة قوية وطعمها حلو قوي كل ما بتدي طعم حلو جدا للويكة. هنزل الشوربة، بسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجه ان انا اغطي الباميه بالشوربه، فالشوربه ما كفتش ممكن نكمل ميه.
حلو قوي. هايل. هسيب الباميه تستوي بس وهي بتستوي كده تعالوا نحط لها بقى طماطمايه مبشوره هتخلي طعمها مسكر ولذيذ جدا. احط لها كمان جزء من الثوم الني. ادي الطماطمايه والثوم كده اخد منه جزء كده واضيفه ليها. لازم كده يبقى ايه في حته ثوم ني كده فيها علشان يدي لها طعم حلو قوي. عندي كمان مكعب من المرقه هضيفه واسيب بقى الكلام ده كله واظبط ملح وفلفل كمان ما ننساش. رشه من الفلفل الاسود وادي الملح. ونعمل حسابنا طبعا ان احنا حاطين ملح في الشوربه والشوربه بتاعتنا فيها ملحها. كده حطينا ايه نقول كمان احنا عملنا ايه؟ حطينا معلقه سمنه، نزلنا ببصلايه مفرومه شوحناها يا دوبك دقيقه واحده بس، نزلنا بالباميه قلبناهم تقلبتين على النار، وبعد كده ضفت الشوربه، مكعب من المرقه، فصين توم نيين، وكمان طماطمايه واحده مبشوره. هسيبك وملح وفلفل ظبطتهم، هسيب الكلام ده كله يغلي على النار والباميه معانا تبتدي كده تستوي قبل ما نشوف هنعمل لها ايه تاني. تمام؟ واحاول بقى ايه اول ما تغلي اهدي عليها النار علشان ما تفرش مني على البوتاجاز وتبهدل الدنيا، ولما اغطيها اغطيها بورب يعني ما اقفلش عليها الغطا تماما، اسيب كده الغطا موارب بالشكل ده وهدي النار بس ده لما اتاكد بس ان هي كلها غليت مع بعض تمام التمام. عايز اقول لكم ان ريحتها طالعه خطيره ولسه كمان لما نبتدي نعمل لها الطشه هتروح في حته تانية خالص. يلا بينا بقى نهدي عليها النار ونغطي عليها نص تغطيه كده بس كده. بتستوي على طول لانها بتقطعها شرايح فما بتطولش معانا على النار خالص. تعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع نكمل بعدين نشوف هنعمل ايه في الويكه ونشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني وعملنا مع بعض صينية بطاطس بالأجنحة شغالة بتستوي في الفرن. كمان عملنا مع بعض الويكة بس لسه فيها خطوة وأهم خطوة فيها اللي بتفرق جدا في الطعم هنعملها بس مش دلوقتي لما البامية تبتدي تدخل في التسوية. عايزة أوريكم بس شكلها قد إيه جميل. الطماطمية المبشورة اللي احنا حطيناها إدت لون حلو كده للبامية. بصوا كده معايا لطيفة جدا. هنسيبها بقى براحتها كده تاخد تسويتها على نار هادية. مظبطين لها كل حاجه ملحها والدنيا تمام التمام ومغطين عليها ومسايبينها بس مواربه شويه كده علشان ما تفرش مننا على البوتاجاز. وتعالوا بينا بقى نعمل كيكه سهله ولذيذه وطعمه جدا جدا كيكه الموز بالكراميل. زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه كتير بنشتري الموز خاصه فصل الصيف، مجرد ما نجيبه نبقى جايبينه الصبح على اخر النهار بيبقى استوى وطري والولاد ما بيرضوش ابدا ياكلوه، فعلشان كده اكيد مش هنرميه. فالنهارده هندخله في كيكه رهيبه وان شاء الله الفتره اللي جايه هعمل لكم بيه كذا وصفه، علشان انا من الناس اللي بتعاني ان لما الموزه حتى القشره بتاعتها تغمق ومن جوه زي الفل الولاد ما رضوش يفتحوها حتى. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه بالموز المستوي النهارده. عندنا 2 موزه كبيره يكونوا مستويين، احنا عايزينهم مستويين، ونص كوبايه سكر، عندنا كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه حليب، نص كوبايه زيت، عندنا كمان بيضتين ومعلقه من البيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر مش صغيره، عدلي المقدار يا ريهام، معلقه صغيره من عصير الليمون، ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله، نص كوبايه من عين الجمل المجروش لو متوفر، مش متوفر عندك سوداني حطي، عندك زبيب حطي، ما عندكيش حاجه خالص ما تحطيش، وكمان ذره ملح. يعني موضوع بسيط جدا بنحاول نزود القيمه الغذائيه باللي متاح عندنا في البيت. كمان الموضوع هيبقى بالنسبه لنا سهل جدا لان كل الكيكه هتتعمل في الخلاط فمفيش اسهل من كده. زي ما قلت لكم برده في بدايه الحلقه احنا معانا النهارده الوصفات كلها بسيطه وسهله ومش هتقعدكم كتير خالص في المطبخ. تعالوا بينا بقى ناخد الموز اللي احنا لقيناه مستوي عندنا واحطه في الخلاط.
الموز من الحاجات المفيده، وتخيلوا بقى ان كل ما بيستوي فايدته بتتضاعف، وفي حاجات كتيره بتبقى مفيده جدا فيه. بس زي ما قلت لكم ان في اولادنا الصغيرين مش بيرضوا ابدا ان هم ياكلوه وهو مستوي، فتعالوا نحط الموز المستوي في الخلاط ومعاه الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف كمان البيضتين. الفانيليا. هحط كمان الزيت. عصير الليمون. وده علشان ما يخليش معايا الموز يسود. هنضيف كمان السكر. وذرة بسيطة خالص من الملح. بس كده. يبقى احنا حطينا هنا في الخلاط الموز والزيت والسكر والحليب والبيض والفانيليا وذرة الملح، والدنيا كده بقت تمام، وعصرة الليمونة. تعالوا بينا نغطي الخلاط بتاعنا ونضرب المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض. في أسهل من كده؟ ما افتكرش. يلا بينا. هايل. هنضرب المكونات في الخلاط لغاية ما الاقي ان السكر اللي احنا حاطينه داب تماما، وبكده يكون خلاص الدنيا تمام معايا. فاضل معانا في المكونات البيكنج باودر والدقيق. طبعا الكيك دي تنفع تعمليها شوكولاته لو انت شلتي ربع كوبايه دقيق وحطيتي مكانها ربع كوبايه كاكاو خام، تمام؟ لو انتوا حابين يعني. هاخد المصفه. تمام، ناخد ماشي. وابتدي احط الدقيق، لازم انخله، الدقيق لازم يتنخل للكيك اكتر من مره. ده من الحاجات الاساسيه في نجاح الكيك، انك انت تنخلي الدقيق مرتين ثلاثه، ده كله بيدي ارتفاع وقوام هش اكتر للكيك. بالشكل ده. احط كمان البيكنج باودر. هايل. خلاص نخلناهم مع بعض كويس قوي. بينا بقى نجيب مضرب يدوي ونزل الخليط السائل اللي احنا عملناه في الخلاط على الدقيق والبيكنج باودر. هايل. نزل كله ونقلب بقى. طبعا كلنا عارفين ان احنا قبل ما نبدا نعمل كيك بنبقى مجهزين القالب بتاعنا اللي هنشتغل فيه. والقالب معانا النهارده مقاس 24، مش اكتر من كده، 24 22 كمان. قالب انجلش كيك اللي متوفر عندك. اهم حاجه القالب يبقى مدهون زبده او سمنه ومرشوش بالدقيق، ده اكيد علشان ما تلزقش معانا الكيك. انا بفضل دايما القوالب الالومنيوم لان تسويتها حلوه جدا وانها بتوزع الحراره بشكل مناسب قوي. فكده خلاص مجهزين القالب بتاعنا، وكمان الفرن بتاعنا شغال، والفرن بيشتغل قبل ما تعملي الكيكه مباشره. هي كيك اصلا ما بتاخدش في ايدينا هو 5 دقائق عمايل، يعني يا دوبك تشغليه 5 دقائق مش اكتر من كده. يعني في ناس بتبتدي تشغل الفرن قبل ما تعمل الكيك، وتروح بقى مش عارفه تروح تعاير الدقيق، وتروح مش عارفه تجيب ايه وتحضر ايه وتعمل ايه، وتنسى الفرن شغال وتروح تعمل حاجه تانية وترجع تاني عشان تعمل الكيك. كل الكلام ده هيديكي تسويه غير مناسبه تماما للكيك، علشان كده ما تشغليش الفرن اكتر من 5 دقائق للكيك، تمام؟ عشان تاخدي نتيجه تسويه حلوه جدا. انا هنا بقلب الخليط علشان افك اي تكتلات من الدقيق. وادي الخليط معانا بقى، خليط حلو قوي. يا دوبك مجرد ان المكونات تتجانس مع بعض وما يظهرش قدامي اي تكتلات فاحنا كده تمام، والكيكه او خليط الكيك بقى جاهز معانا اهو. بصوا ده القوام المطلوب، رائع. بينا بقى فاضي الكلام ده كله. وعندي هنا
عين الجمل، وزي ما قلت لك مفيش عين جمل، لو عندك شويه زبيب فايضين كده يلا نحطهم، مفيش ممكن سوداني، مفيش مشكله نعملها ساده خالص. انا هحط بس عين الجمل في الكيك وتقليبه واحده بس كده مش اكتر. وتعالي بينا ننزل بقى الخليط في القالب بتاع التسويه، وزي ما قلت لك مقاس القالب ما يزيدش عن 24. يلا نفضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قوام الخليط بتاع الكيك وهو نازل، هو ده القوام المطلوب. فضي بقى كل الخليط. الريحة بتاعت الكيك او خليط الكيك رائعة، ريحتها حلوة قوي قوي. اللي احنا بنعمله ده ان احنا بنظبط مستوى الكيك في الصينية بتاعتنا عشان ما يبقاش حتة عالية وحتة قليلة، وبعدين خبطتين كده عشان لو في اي فقاعات وهواء كده بيخرج معانا، هما خبطتين بس كده خلاص. القالب بتاعنا جاهز ان احنا ندخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، والفرن يكون شغال 5 دقايق بس قبل ما نعمل الكيك. في اسهل من كده خالص. عايز اقول لكم بقى ان ريحه البطاطس بالفراخ طلعت خطيره بجد وهميه. دلوقتي نرجع بقى تاني للويكه بتاعتنا والباميه بتاعتنا اللي على النار، نبص عليها بصه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بتغلي على نار هاديه كده وبتستوي، وزي ما قلت لكم ما بتحتاجش وقت كبير للتسويه، هي خلاص كده دخلت في التسويه اهي. اعرف منين؟ لو جبت معلقه واخدت كده بسم الله الرحمن الرحيم واجي ادوس عليها بقى، فتلاقيها بصوا بتتهرس وتتفرم معايا بكل سهوله. ده دليل خلاص ان الباميه استوت، ما بتقعدش. تمام، فتعالوا بينا بقى نظبطها بالطشه الخطيره علشان يبقى طعمها هايل. ممكن ننقل بقى علشان تشوفوا معايا كده، هنقل الباميه الناحيه دي بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط الطاسه اللي هنعمل فيها الطشه الناحيه دي. ومكملين معانا بقى السمنه، هاخد منها معلقه بسم الله الرحمن الرحيم، بس هنا المعلقه اكبر شويه من اللي احنا حطيناها في الاول. في الاول قلنا يا دوبك معلقه صغيره بس كده نقلب فيها البصل تقليبه، هنا هزود بس عشان الطشه بتاعتي تطلع حلوه. احط لها معلقه سمنه كويسه تمام، ومجهزه معلقه ثوم. بقيه الثوم اللي احنا حطيناه، احنا في الاساس معانا معلقه ثوم كبيره او راس ثوم كده متوسطه الحجم مفرومه، بناخد منها حوالي كده تلتها، نحطه ني مع الويكه زي ما انتم شفتونا. الباقي بقى هو اللي هيتحمر دلوقتي. كمان معانا كزبره ناشفه، والطشه ما تنفعش من غيرها. قرن فلفل كده ناخد منه شويه، وكزبره خضراء لانها بتدي طعم حلو قوي قوي. فتعالوا بينا بقى ايه نشتغل. اول ما السمنه تبتدي كده تسيح هبتدي احط الثوم. ودايما خلي بالك لما تيجي تعملي الطشه بالذات او اي حاجه بالثوم، ما تسخنيش السمنه لدرجه قويه قوي. ليه بقى؟ لان لما السمنه بتسخن جامد جدا وبنيجي ننزل الثوم ما بيلحقش، احنا ما بنلحقش نقلبه، فبتلاقي اجزاء منه ابتدت تتحرق وابتدت تغير لونها اللون الغامق، وده بيخلي الطشه او اي حاجه انت بتعمليها بالثوم فيها مراره. علشان كده دايما نزلي الثوم والسمنه سخنه بس مش مقدوحه قوي او درجه حرارتها مش عاليه قوي علشان تاخدي نتيجه حلوه ومميزه. خلاص كده السمنه بدات تسيح اهي وتسخن معانا، هننزل يلا الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نشوح بقى في الثوم، ولو الثوم مفروم في الكبه مش محطوط له ملح يفضل ان احنا نحط له رشه ملح بسيطه، لانها بتفرق جدا في الريحه والطعم والقرمشه كمان بتاعه الطشه. زي الفل، تسلم ايدك يا ريهام. هنقلب كويس ونخلي بقى الثوم يبتدي كده ايه يسخن ويستوي ويبقى لونه ذهبي فاتح قبل ما ابدا اضيف له اي اضافه ثانيه. انا عايزه اروح كده لصينيه البطاطس بتاعتنا، اخرجها من الارضيه احطها فوق علشان تكمل تسويه. طبعا هي عماله تغلي بقالها فتره فبدات تدخل في التسويه اهو.
هشيل كمان الغطا من عليها. هايل، ريحتها بجد حلوه قوي قوي. بسم الله، ونرفع بقى ونسيبها تكمل السوا بتاعها وتاخد لون كمان من على الوش، ده بعد ما تكون خلاص الفراخ فعلا دخلت في التسويه. نرجع للثوم اللي ريحته بدأت تظهر معانا. هايل، بدأنا نسمع صوت الطشطشة وبدأ الثوم ريحته تطلع وبدأ كمان يلون، ياخد اللون البيج الفاتح. هجهز معاكم بقى الكزبرة الناشفة، ضروري جدا نحطها علشان تبتدي هي كمان تتحمص وتطلع معانا الزيوت الطيارة بتاعتها اللي بتدي ريحة حلوة قوي. ناخد بقى كده رشة من الكزبرة الناشفة، عليهم كمان نحط فلفل مفروم، برضو بيدي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي قوي. لو ما بتحبوش حراق ممكن نضيف كده ايه من الفلفل الرومي، معلقة صغننة. نقلب بقى الكلام ده كله لغاية بقى ايه ما الثوم يكتسب اللون الذهبي. نحضر مغرفة كده، خلاص الطشة بدأت كده تبقى جاهزة. أول ما الاقي الثوم خلاص أخد لون ذهبي والدنيا تمام والريحة بدأت تطلع حلوة قوي، هفتح الحلة بتاعتي وعندي الكزبرة الخضراء، احنا حاطين كزبرة ناشفة وخلاص كده اتحمصت. هبتدي أحط آخر حاجة خالص شوية كزبرة خضراء وندي تقليبة، وأول ما تسمعي التكتكة دي يلا على طول ننزل بيها على حلة الويكة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وناخد منها كده، لا دي ما فيهاش كده ونعمل كده ومرة كمان علشان ننزل كل الطعم بتاع الطشة في الحلة. وبقى معانا ويكة خطيرة ريحتها تفتح النفس. دي بقى عايزه ايه؟ دي بقى عايزه عيش وبتنجان وشويه مخلل وسلطه ونقعد قدامها مش هنعرف نقوم. خطيره سهله ولذيذه، وعملناها والله ما كملت نص ساعه وكانت جاهزه للاكل. حلو قوي لو فايض عندك اكل من قبليها بيوم، طبق من ده جنبيها تفتح النفس جدا وهتغير شكل السفره. كده خلاص خلصنا الويكه، عايزين بقى نغرفها. وكمان عندنا صينية البطاطس بتحمر، نظبط دنيتنا ولا نطلع فاصل؟ ايه رأيكم نطلع فاصل؟ طب يلا بينا نطلع فاصل اظبط فيه الدنيا واجهز اطباقي اللي هنقدم فيها، اوعى تروح في اي حتة مستنياكم. ورجعنا لكم تاني، وريحه الويكه خطيره بجد خطيره، لازم تجربوها بالطريقه دي بتركايه البصلايه اللي في الاول بشويه الكزبره الخضراء اللي في الاخر بالطماطمايه اللي في النص هي وفص الثوم الني، كل ده بيديها طعم وريحه جباره. عايزه اقول لكم بقى ان حبايبنا في الصعيد بيفركوها بالمفرك ويهرسوها، بتبقى مفرومه تمام زي ما انتم حابين بقى، حابين تاكلوها كده انا هقدمها لكم كده تمام. انتوا لو حابين تفركوها في البيت فهو دي الطريقة الصح بتاعتها، ان هي تتفرك يعني تتهرس تماما، وما بفضلش ده في هاند بلندر ولا الكلام ده كله، هو يا بالمفراك يا اما لو ما عندناش، اكيد في ناس كتيرة ما عندهاش، فبندخل شوكتين في بعض. ثواني اشوف فيه شوكتين معايا هنا بالشكل ده، ادخل شوكتين في بعض تمام كده، وابتدي بقى ايه اعمل كده والف كده، فبيبتدوا الباميه طبعا هي مستويه كويس جدا فبتبتدي ايه تتهرس. خلاص غير كده لا بلاش، ما حبسش وما بحبش تتعمل بهاند بلندر لانها بتبتدي بقى تبقى شكلها مش لطيف. تعالوا بينا بقى نقدم، انا بقى من الناس اللي عندها مفرك في البيت فحب اقدم قوي ولذيذه ومع الرز حلوه وبالعيش حلوه قوي. نحط الطبق ده ونيجي نعمل غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخلل بتاعنا شكله قمر. مخلل ده متخلي ايه؟ لا قولي قولي تاني يا مصطفى قلت ايه؟ مخلين من امتى يا ريهام قلتي لي؟ من قبل رمضان. تمام احنا زي الفل يا بنتي. حلو قوي قوي كده. دي الويكه بتاعتنا النهارده وشكلها خطير، عصره ليمون كمان معاها والدنيا هتبقى حلوه قوي قوي. ده بقى هنقدر نحطه من هنا، وده المخلل بتاعنا اللي احنا عملناه قبل رمضان لو تفتكروا معانا. فتعالوا نفتحه كده مع بعض. كنا فتحنا برطمان وخلصناه، نفتح التاني وما شاء الله اللهم بارك. مين هيجيبه بقى؟ مين؟ محمود ولا محمد؟ مين فيهم؟ بص شايفين البرطمان فله نظيف، فله مفيش اي ريم مفيش اي حاجه، مجرد بس ان انا هشيل الحبوب اللي انا كنت حاطاها اللي هي كانت كزبره وكمون، هرفعها من على الوش وابتدي اخد بقى المخلل. دي كده الحبوب، فاكرين كنا حاطين معاه الكمون والكزبره وحبه البركه؟ الحاجات دي بتدي طعم هايل. تعالوا ناخد بقى زي ما شفتوا، جبت معلقه نظيفه وناشفه علشان اخد بيها. ما ينفعش ابدا انك انت تاخدي بمعلقه كنت بتجيبي بيها حاجه وحطيتيها مبلوله، لسه غسلها ومبلوله، ما فيش الكلام ده. ده بقى مخلل مشكل قد ايه خطير. كنا عاملين بقى قرنبيط وفلفل وخيار وجزر ولفت، والموضوع كبير والله. حلو قوي. لون المخلل نفسه حلو قوي، كنا حاطين له كده شويه كركم صغيرين، كان مديله او مديله ريحه كمان ولون حلو قوي. هنحط كده هنا المخلل جنب العيش، نجيب طبق مخلل كمان عشان نروح نطلع مع بعض كده ايه الفراخ من الفرن. خلاص استوت واخدت لون حلو، نطلعها بقى بالهنا والشفا. زي ما شفتوا النهارده كده كل وصفاتنا اتعملت معاكم على الهوا وفي وقت قليل جدا، وكلها طالعه معانا ما شاء الله. انا يا جماعه عايزه اوريكم قد ايه بجد المخلل مقرمش كانه لسه متخلل حالا. هوريكم دلوقتي الجزر عامل ازاي، حتى اللفت بصوا عامل ازاي متماسك وجامد خالص. واحده جزر كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. والله والخيار كمان، مع ان الخيار روحه قصيره شويه بس طالع خطير. ممكن نرمي ده بقى ونغطي هنا. بصوا يعني انا عايزه اوري بس الجزر قد ايه مقرمش، مش عارفه اوريه لكم ازاي، هو مش هيتقطع معانا. بس بصوا كمان اللفت متماسك ازاي، مش طري. بصوا اللفت ماسك نفسه ازاي، والخيار كمان الحاجه باينه جدا كانها لسه فرش لسه معموله دلوقتي ما شاء الله. تعالوا بينا يلا نحطه جنب اخواته حالا. تعالوا بينا بقى نطلع يلا صينيه البطاطس بالاجنحه اللي احنا كنا عاملينها بتتبيله كده لذيذه ومميزه جدا وبسيطه، ودي اهم حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خطير يا جماعة، خطير خطير خطير. شايفين اللون؟ بجد يا ريتكم شمين الريحة، الريحة وهمية ما شاء الله. فاضل معانا إيه بقى؟ فاضل معانا الكيك بتاعتنا اللي طلعت من الفرن. هي ما طلعتش من الفرن طبعا، هي بتاعتنا لسه في الفرن بتستوي، بس ده شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. عايزة أوريكم قد إيه الكيك هشة. بصوا معايا، بصوا الكيكه هشه ازاي، شايفين باين معاكم خطيره. نديها بقى لو عندنا صوص كراميل او نعمله في البيت بسيط وسهل مش بياخد حاجه، ندي كده بقى ايه صوص كراميل لان بيديها طعم حلو جدا.
انا حاسه ان في حاجه سداها، فاستاذنكم اشوف كده الدنيا. بسم الله. زي الفل. وعلى كل قطعة بقى هقدمها ادي برضو كده ايه ريجة من الكراميل مكسرات لو عندنا، ما عندناش مفيش مشكلة خالص. انا عايزة اقطع حتة من الكيك عشان اوريها لكم من جوه. نجيب لها طبق لو اخذنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك انك ممكن تزودي مع الكيك دي معلقه قرفه، القرفه برضو من الحاجات اللي بتليق جدا جدا مع الموز. طبعا اللون اللي احنا واخدينه ده علشان الموز وعين الجمل اللي احنا حاطينه، والكيكه هشه جدا. بصوا هشه وطريه ولذيذه ومغذيه، ودي اهم حاجه. انا مش هحطه في الطبق، خليها كده. دي كده كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى تكون نالت اعجابكم. خلصنا خلاص. عملنا ايه؟ عملنا كيك الموز المستوي تحفه بالكراميل، عملنا كمان الويكه، الويكه بطريقه مميزه وريحه وطعم حكايه، وكمان عملنا صينيه بطاطس سهله وبسيطه بس لذيذه جدا جدا، هي صينيه بطاطس بالاجنحه. يا رب تكون وصفاتنا النهارده نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه، وكنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.